نادي نادي وقتو يما موجوع مجموعه لازم لنا نادي وانا ان شاء الله ان شاء الله الله يحميكم الله يحميكم بارك الله فيكم. واحد سبعة خمسة داش ثلاثة اثنين واحد سبعة ثلاثة هل استلمت أجب؟ السلام
يسحبون طرشين. الشباب ما طلبوا. تقدمنا عليهم وفرض الشيء. داعش قام بالادويه سرقها للجانب اللي استفاد به. بعد تحرير قضاء الكييف توجهت قطاعاتنا نحو منطقة التبادل التجاري، تم تحريرها بفضل الله، ومن ثم صدرت الأوامر إنه بتحرير معمل دواء نينوى. يعتبر معمل دواء نينوى هي معمل أو منطقة استراتيجية كان يستخدمها داعش كمقر قيادة. الحمد لله استطاعت قطاعاتنا من تدمير دفاعاته في هذا المعمل ومن تحريره بشكل كامل، ومثل ما تشاهدون الآن قطاعاتنا منتشرة ومسيطرة على هذا المعمل المهم، والحمد لله وبفضل الله. قامت فرقة 9 فوج السادس 37 بتحرير المناطق، تحررنا من منطقة تلكييف واتجهنا على معمل الأدوية هذا الموصل، وجينا حاليا راح إن شاء الله نتقدم على ربعنا هناك بحي العربي. حي العربي إن شاء الله. احنا معمل أدوية نينوى. والله كان يواجهونا بس ان شاء الله بزود الابطال وهمه الغيار ان شاء الله ماكو ما يبقى احد قدامنا. تم تحرير تلكييف بالكامل ووصولا الى معمل ادويه تحريره بالكامل من قبل قياده فرقه المدرعه 9 لواء 37 الفوج السادس بقياده العقيد علي الكروي والاخوان الابطال الموجودين في هذا المكان. تم تحرير معمل الادويه بالكامل والتقدم ماشي ان شاء الله، وإن شاء الله يكون التحرير والنصر بعون الله. ونشكر قناة الموصلية على وصولها إلى هذا المكان ويا القوات الأمنية والأجهزة الأمنية. نحن الفرقة 9 المدرعة حاليا معمل أدوية، والدواعش انهزموا قدامنا، ماكو دواعش والحمد لله والشكر. والله ما شفناهم، بس مفخخات من بعيد يشردون، ما يواجهون ابد، مستحيل يواجهون الجيش العراقي. بدايه شكرا لكم ولقناه الموصليه الذي دائما ترافق القوات الامنيه بالخطوط الاماميه، وبما يخص التقدم فالحمد لله التقدم مستمر وحسب ما مخطط اليه من القاده، والحمد لله قواتنا الان الجانب الايسر ما بقى الا القليل، وبشروا اهلنا بالموصل ان شاء الله الفرج قريب.